المد والجزر وصيد السمك وافضل اوقات الصيد في كل يوم من الاسبوع. دي حلقة النهاردة ان شاء الله عن المد والجزر، مواعيد المد والجزر، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. معاكم اخوكم سامح الخوالقة، قناة منوعات رحال. حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن المد والجزر وعلاقته بصيد الاسماك وافضل اوقات الساعات اللي احنا هنصطاد فيها كل يوم ان شاء الله. هندي فكرة بسيطة كده يا جماعة عن المد والجزر. المد والجزر بيجي نتيجة دوران الارض حوالين نفسها. الارض وهي بتلف بتيجي في نقطة معينة كده بتوصل فيها عند القمر، بيحصل فيها ان البحر بيتمدد او المحيط بيتمدد. باختصار احنا ملناش دعوة الحركة دي بتحصل ازاي، احنا خلينا في كل بساطة يعني ايه مد ويعني ايه جزر. قلنا ان المد البحر بيزيد فيه، دي اسمها لما البحر بيزيد دي اسمها مد. وقت الجزر البحر بينقص. عندنا في لغة الصيادين بنقول حاجة اسمها حصة زيادة وحصة نقص. الموضوع ده بيحصل بيتكرر مرتين كل يوم، كل يوم في حركتين مد، مرة بتحصل مع أول شروق القمر بتفضل 6 ساعات، وبعد كده 6 ساعات جزر البحر يبدأ ينقص فيهم ويرجع يزيد تاني 6 ساعات ويرجع ينقص تاني في آخر 6 ساعات. هي الدورة بالظبط بتبقى 11 ساعة، كل يوم بينقص ساعة عن اليوم اللي قبل منه عشان المواعيد يعني بتاعتنا. المهم ايه علاقة الكلام ده بصيد الاسماك؟ وقت الزيادة يا جماعة بيفضل فيها صيد الاسماك سواء كان من البر او من البحر من جوه. السبب طبعا ان البحر لما بيزيد فبيكسي اكبر عدد ممكن من اليابس، بالتالي بتكون فرصة نشاط الاسماك اكتر، لان بتتغذى الاسماك على الطحالب، في اسماك صغيرة بتتغذى على الطحالب، فالاسماك دي بتبدأ تنشط عشان ترعى من على الشط، بيدخل عليها بقى الاسماك الاكبر منها والاكبر منها والاكبر منها. دي فكره كده بكل بساطه. نعرف امتى يا جماعه ميعاد الجزر وامتى ميعاد المد. بكل بساطه كده لو احنا عندنا في 3 حاجات يا جماعه ان شاء الله نقدر نعرف منهم ميعاد المد وميعاد الجزر. اول حاجه ان احنا لو عندنا انترنت هنكتب موعد شروق القمر، هيطلع لي مثلا الايه البرنامج اللي انا ايه اللي انا حاطه ده انا دايما بناخد بالي ايه بنتابعه. هنا يا جماعه بيطلع لي انا الصوره اللي انتم شايفينها دي، عايزكم تركزوا فيها لان انتم ممكن تشتغلوا عليها على طول. بيطلع لي هنا اول حاجه اليوم النهارده هو 24/5/2022. خلي بالكم التاريخ ده يا جماعه عشان مرتبط بحاجه تانية في الفيديو. هنا تحت منها مكتوب لي مرحله القمر، هنا الاضاءه، وقت الشروق هنا يا جماعه كاتب لي 4:45، 5 الا ربع صباحا. وقت الغروب هنا كاتب لي 3:46 مساء. يبقى كده ده موعد شروق القمر مرتين. يبقى اول مد عندي النهارده ان شاء الله هيبقى الساعه 5 الا ربع صباحا، وتاني مد عندي هيبقى الساعه 4 الا ربع مساء. دي الساعه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. عمر القمر هنا 12:02، ما عليا بيها زاوية القمر، ما عليا بالكلام ده. قلنا طبعا ان افضل الاوقات اللي هي للصيد اوقات المد. دي اول حاجة قلناها اللي هي عن طريق الانترنت. في حاجة تانية، لو انا في مكان مكشوف ما فيهوش عماير، يعني مش ساكن في مدينة والمباني كاسية عن السماء وكده، بكل بساطة كده هنبص هنراقب السماء، وقت ما نشوف القمر طالع هنعرف ان دوت ايه وقت المد بتاعنا او حصه الزياده زي ما انا متعود ايه نقول. دي كده تاني حاجه. في حاجه ثالثه انا لسه متعلمها قريب بس اشتغلت عليها عشان ننفذها. كان في اخ ليا بدون ذكر اسمه طبعا على اليوتيوب كان قال الحاجه ديت، بس هو تقريبا اخطا في العدد. الحاجه دي يا جماعه اللي انا لسه متعلمها قريب، ان انا بنشوف النهارده انا النهارده كام في الشهر العربي. فانا مثلا النهارده عندي 13 شوال، تمام. الصوره اللي احنا لسه شايفينها كانت بتقول ان وقت المد الساعه 3:45،
تمام. انا بنيجي انا هنا بنمسك اللي هو اليوم اللي انا فيه اللي هو يوم 13، بنضربه في 60، بنقسمه على 50، يطلع معايا كام؟ نشوف هيطلع معايا كام يا جماعة. تلتاشر في 60 بيساوي 780 على 50، بيطلع معايا 5 15 و6، 15.6. 15.6 دي يا جماعة لو احنا جينا في الساعة اللي هي بتاعت الجيش بتاعت زمان. طبعا الكلام ده منقول عن الراجل، هو أخطأ في حاجة واحدة، ان هو قال ايه 50 في 60، هي المفروض بنضرب 60 في 50. هيطلع لي مثلا ان هو النهارده اهوت الساعه 3 وكام و6 من عشرة، نفس اللي كانت الصوره بتاعت الانترنت مطلعها اللي هي 3 و45. تمام يا جماعه، دي كده ثالث حاجه. طبعا بي ام دي اللي هي كانت ظاهره في الصوره اللي هي صباحا، وام اللي هي كانت ظاهره في الصوره اللي هي ايه اللي هي مساء. دي بكل بساطه يا جماعه المد والجزر، وامتى نعرف المد والجزر وعلاقته ايه بصيد الاسماك. بنكرر تاني يا جماعه ان يفضل ان انت تطلع تصطاد في وقت المد، عندك طبعا وقتين للمد. لو انت طبعا طالع للتسليه ولا يشغلك مد ولا يشغلك ريلك جزر، الرزق مش عايز لا مد ولا جزر ولا عايز واسطه اصلا. تحياتي ليكم يا جماعه، دي نهايه الفيديو، كان معاكم اخوكم سامح الخالقه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.